الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. قاعدة، حضرتك عايز دنيا، حضرتك عايز تشتغل تجيب فلوس، عايز فلوس. في ناس كده حياتها كده، عايزة فلوس، أنا عايز فلوس، عايز فلوس كتير. فالنهاردة اللي عايز فلوس عايز دنيا، فلازم يضر بالآخرة، واللي عايز آخرة بتاع الصلاة، ساعة الصلاة هيسيب شغله ويروح يصلي، عشان يروح ساعة الأذان ويقعد لحد الأذان، بين الأذان والإقامة، ويصلي الفرض، ويصلي في مسجد بيطول شوية، وعلشان يصلي السنن القبلية والبعدية هيقفل شغله ويسيب دنيته. فمن أراد الآخرة أضر بالدنيا. اللي عايز يصلي بالليل لازم ينام بدري، فمش هيسهر في الشغل. اللي عايز فلوس هيسهر في الشغل وهيضيع صلاة الفجر. فالنهارده حضرتك حط قاعدة، أنت عايز دنيا ولا آخرة؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود حسم المسألة، قال: فأضر بالفاني للباقي. حضرتك تخيل النهارده كانوا بيحكوا حكاية كده على راجل كان ملياردير، كان عنده بنك، مليونير، ملياردير، أي مصطلح أنتوا يعجبكم. الراجل ده لما مات، كان جات له كورونا فمات. فبيقول: أول مرة في حياتي أكتشف إن النفس ده بفلوس، فلوسه نفعته. روتشيلد أغنى واحد في من أغنى أغنياء العالم، روتشيلد ده لما مات، مات فين؟ روتشيلد ده كانت الخزنة بتاعته مش خزنة، كانت أوضة، أوضة خرسانة. فجه يوم السبت ودخل الخزنة بتاعته وبدأ قاعد جوه الخزنة وماسك ورقة وقلم وبيعمل حسابات، فالباب موارب شوية، فرح كأنه اتقفل. فالعمال قالوا: يمكن خرج، فرحوا قافلين الباب عليه. ففضل محبوس سبت وحد، وفتحوا عليه يوم الاثنين الصبح، أوضة خرسانة ما فيهاش نفس. النتيجة الطبيعية انه ايه؟ مات. مات فين؟ جوه الخزنة. الخزنة دي كلها ايه؟ فلوس. فين الفلوس؟ الراجل راح قطع صباعه وراح كاتب أنه تموت بين أموالك ولكنها لا تنفعك. فالنهاردة الراجل مات في وسط فلوسه كلها لكن ما نفعتهوش. مات إيه؟ مخنوق مع فلوسه. فأضره بالفاني، الفلوس ما بتنفعش، الولد ما بينفعوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: يذهب إلى الميت، أو يذهب إلى يكون مع الميت عندما يموت ثلاثة: أهله وماله وولده. حضرتك بتسيب الفلوس في البيت تروح ليه؟ للقبر. وولادك بيسيبوك على القبر، والوحيد اللي بينزل معك القبر مين؟ عملك. فأضره بالفاني، سيب الدنيا شوية، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأكل: إنما هو طعام دون طعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن كنت فاعلا فثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك. حضرتك فعلك قوي تلت المعدة. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه ثوب هدية وهو محتاج إليه، عمل إيه؟ لما جاءه رجل قال: أعطني إياه، دخل البيت قلعه وادهوله. كان لا يسأل شيء إلا أعطاه، لا يسأل شيء إلا أعطاه. الدنيا ما تفرش معها حاجة خالص، يدي راك الغنم بين جملين ويقعد هلال وهلال وهلال 60 يوم يأكل بلح ومي. فالدنيا كانت تسوي عندهم قيمة. سيدنا عمر راح يقابل الرهبان وملوك بيت المقدس وثوبه فيه 13 رقعة،
فأضر بالفاني للباقي. طول ما أنت عايز دنيا هتضر بأخرتك. خليك أخروي، خلي يومك ما يعديش من غير محافظة على صلاة الجماعة، محافظة على تكبيرة الإحرام، محافظة على صوم قبليه وبعديه، محافظة على ركعتين بالليل، محافظة على شوية القرآن، صدقة كل يوم، ذكر كل يوم، بر والدين، صلاة أرحام. ده اللي بينفع. فلوسك مش هتنفعك، ولا ولادك هينفعوك، ولا مراتك هتنفعك. لن ينفعك إلا عملك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.